السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البدايات كل الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك نبي. في المقطع هذا حنتكلم على الاشياء اللي صارت في منطقه تلتد، وحنتكلم على التغيرات اللي صارت في الخريطه. زي ما انتم شايفين انتهت الحرب في منطقه تلتد، وسيطرت السبعه على المنطقه، وهذا العلم حق السبعه شايفينه. بس اتدمرت تلتد على الاخر، يعني ما باقي فيها الا اربع مباني او خمس مباني. طيب عندنا المنطاد، اتدمروا هذا الحطام تبعه زي ما انتم شايفين، بس هذا المرة ما في أي صناديق ولا أي شيء. نفس المنطادات الثانية كان فيها صناديق وحاجات، بس هذه لا، إلا في هذا الصندوق بس. حتى تقدر تاخذه كمان، يعني تقدر تاخذه بطريقة ثانية ماني داري كيف. المهم هذه الأشياء المفروض كانت تصير من يوم الثلاثاء السابق اللي هو في تحديث المحتوى، المفروض هذه الأشياء كانت تحصل، لكن ماني داري ليش أجلوها. في كثير من المشربين قالوا إنه حيصير في السيزون هذا في آخرته في حدث، بس ماني عارف، ماني متأكد من الشيء ده. إذا جاتني أي معلومات على الموضوع ده إن شاء الله حنزلها في المنتدى. طب خلينا نتكلم على الأشياء اللي صارت في منطقة تلتد. عندنا هنا أول ما تطلع محطة التمويل حقت إيش؟ الباص المدرع. طيب إذا أنت مشيت من هذه الناحية، لاحظوا معايا، في عندنا هنا حتكون الدبابة، وإذا مشيت على طول هنا عندنا التصويت اللي بين البالونات وفقاعات الدرع، اللي يبغى يجي يصوت في هذه المنطقة زي ما انتم شايفين في هذا المكان. تمام. طيب في عندنا آخر شيء اللي هو محطة التمويل اللي هي المدفع، هيكون في هذا المكان. والله اتدمرت تلتد، ما عاد باقي فيها الا حاجات بسيطه، لكن في صوره انه ايش حتتدمر اكثر من كذا، لكن ممكن حيخلوه على النظام ده، الله اعلم. هذه المدافع في السيزون الجديد ماني عارف انه ممكن حيخلوا المنطقه نفس النظام ده او حيغيروا منطقه جديده، هذا برضه الشيء لسه ما وصلنا. عندكم هنا الاعلام حقنا السبعه. طيب اذا انت فكيت على الخريطه وقربت على الخريطه هتحصل الدائره الحمراء زي ما انتم شايفين، شايفينها هذه الان المنطقه اللي مسيطرين عليها قوات الايو. عندك الحصن هذه، وعندك كهف القيادة. يوم الثلاثاء إن شاء الله القادم حيكون في تحديث، التحديث مو تحديث محتوى، لا تحديث إحنا حننزله. تمام. التحديث هذا ممكن حيصير فيه حرب في كهف القيادة أو الحصن، لسه ما جاء أي شيء عن الموضوع هذا. تمام. هذا كل شيء كان عن التغيرات اللي صارت في تلتد والمنطاد والتغيرات اللي صارت في الخريطة. إذا جاء أي شيء جديد إن شاء الله يا أنزله في المنتدى يا أسوي له مقطع خاص. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.